من جانبه أكد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أن اقتصاد الإمارات بخير، وأضاف الشيخ خليفة أن مؤشرات الحركة الاقتصادية لمعظم القطاعات أخذت في النمو صعودا تدريجيا بداية من الربع الأخير للعام الحالي. وشدد الشيخ خليفة على مساندته لحكومة إمارة دبي في مواجهة الأزمة الراهنة. تأتي تصريحات الشيخ خليفة بعد أيام من طلب حكومة دبي تجميد الاستحقاقات المالية لديون مجموعة دبي العالمية، ما أثار مخاوف إقليمية وعالمية.